كبرت الحرب وتحولت إلى ملهات في خاصرة ضيقة من العالم. هنا في اليمن المتوسطة قلب الجزيرة العربية والمفتوحة على طرق التجارة العالمية، تتصاعد كرة النار فتلتهم في طريقها ما تبقى من حياة. هكذا يبدو المشهد بعد عامين من الانقلاب، نزيف يومي وتداعيات فظيعة على النفس والمعيشة بلغت حدا يصعب معالجته أو إسعافه. فالبلد الغني بالأزمات الفقير لفرص العيش بات جثة متحركة جراء جائحة الميليشيا التي قضت على كل شيء. أفشلت المساعي الدولية لفرض عملية السلام وتمردت على كل الاتفاقيات، ونجحت فقط في توسيع رقعة الحرب وتنمية المقابر وملء السجون بالمعتقلين. أربع جولات من المفاوضات شهد العام الفائت ثلاث جولات في بيال السويسرية والكويت، جميعها لم تفضي إلى شيء. كما شهد العام نفسه تحركات دولية مكثفة وحشدا سياسيا كبيرا للدفع بعملية السلام، لكنها تعثرت واصطدمت بتصلب مواقف الانقلابيين، من يحصي المواقف المتمردة على فرص السلام والمشجعة على الحرب، ومن يحصي عدد الضحايا. تشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 10,000 شخص وإصابة أكثر من 40,000 آخرين، وتلك أرقام معلنة بينما الأرقام الحقيقية تتجاوز ذلك بكثير. غير معروف ما الذي سيحمله العام القادم من أرقام إضافية أو فرص حياة. واقعيا لا يمكن التنبؤ بالصورة النهائية التي ستخرج بها مساعي السلام في ظل التحضير لجولة جديدة من المفاوضات المرتقبة، بدءا بتدريب لجنة التواصل والتنسيق المكلفة بوقف النار برعاية الأمم المتحدة، بيد أن الإشارات الأولية تقول إن الحوثيين يخطئون من جديد في تقدير الموقف الدولي والإقليمي، حيث تذهب تقديراتهم إلى أن الإقليم والمجتمع الدولي سيقبل بصيغة ما من التعايش لا تمنع وقوع الجريمة وحسب، بل تلغي السياسة والتنوع وتسوي الحريات بالأرض. ومع هذا التمهيد للسلام المفقود، ما تزال النار توقد من كل الجهات، بينما يتذكر اليمنيون أن عام 2016 كان شاهدا تاريخيا على موتهم المعلن، وها هم يقتلون دون أن يرف للعالم جفن.